السلام عليكم مقلات سلامة آش، إن شاء الله يا ربي الجميع يكون بألف صحة وعافية. متأسفة كتير تأخرت لتنزيل بعض الفيديوهات، للأسف هذا يرجع لأسباب مرضية. اليوم إن شاء الله جهزت لكم فيديو خاص بالسفر، وفي نفس الوقت في أكثر من فيديو راح ننزلهم إن شاء الله خلال هذه الأيام. نبدأ سمو بسم الله وصلوا على سيدنا محمد رسول الله، توكلوا على ربي. الفيديو اليوم اللي حبيت نكلمكم عليه هو خاص بدولة المكسيك، يعني فيما يخص السفر والسياحة والإقامة والعمل في المكسيك. ناخذ نبذة قصيرة على دولة المكسيك، وهي يعني الولايات المتحدة المكسيكية هي جمهورية دستورية فيدرالية للولايات المكسيكية المتحدة في أمريكا الشمالية، يحدها من الشمال الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجنوب والغرب المحيط الهادي، ومن الجنوب الشرقي غواتيمالا، بيليز، البحر الكاريبي. اللغة الرسمية لدولة المكسيك هي الإسبانية. العملة البيسو. بالنسبة للعيش أو العمل في المكسيك، المعيشة رخيصة جدا والعمل متوفر بكثرة، لكن بشروط. كل من يرغب في الإقامة في المكسيك، الشرط الأساسي اللي هو باش يضمن الإقامة، يجب أن يكون لديه إقامة مؤقتة. خلال الإقامة المؤقتة هذه، كيف راح يحصل على هذه الإقامة المؤقتة؟ يجب أن يكون متزوج. الإقامة المؤقتة وبعدين الإقامة الدائمة اللي هي عن طريق الزواج. وفي حالة أردت إقامة مؤقتة للبحث عن العمل، فيجب أنك تمدد تأشيرتك، باعتبار المكسيك تمنح مدة الفيزا هي 6 شهور وقابلة للتمديد في الحالات التالية. بإمكانك أن تضمن هذه الإقامة المؤقتة، تذهب لمكتب الهجرة وتطلب منهم تمديد التأشيرة. يكون هناك يعطوك هناك نموذج تملأه، وتكون في أسئلة يسألوك سبب طلب الإقامة المؤقتة. طبعا حتذكر تأكد لهم باعتبارك سائح وتريد تمديد الإقامة لأن البلد أعجبك، ولا تذكر إنك تريد العمل. في حال لو ذكرت أو قلت لهم بصراحة أنني أريد العمل، حتاخذ الرفض ويرحلك. كما قلنا العمل متوفر كثير، طبعا لأصحاب الحرف هم في المقام الأول، والثاني العملات أو الأعمال الأخرى مثل يعني العمل في المطاعم، لأن المكسيكيين غير ثابتين في أعمالهم. والمكسيكي يفضل رب العمل، المكسيكي يفضل الأجنبي على المكسيكي لأنه ملتزم في عمله. وعند طلب الإقامة المؤقتة، تعطيهم ملف خاص بك، تكون الملف هذا قيمة الملف دراسة أو لدراسة الملف قيمته 65 أورو، وعند استخراج بطاقة الإقامة الرسوم تكون 190 أورو، وتجهز البطاقة هذه خلال 3 أشهر. هذه باش تقدر يعني تتزوج أو يكون لديك عمل. وفي الأخير نتمنى إن شاء الله التوفيق، ونكون إن شاء الله للجميع، ونكون إن شاء الله فدتكم بهذه المعلومات لكل من يرغب في السياحة أو الإقامة
أو العمل في المكسيك. على العموم أنا راح أترك لكم في صندوق الوصف عنوان السفارة ورقم الهاتف بالجزائر، وتمنياتي للجميع بالتوفيق. وما تنساوش اللايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتوفيق للجميع.